طبعا لما انسى في حديث الانديه العراقيه نادي الشرطه اللي كان اول بطل للانديه العربيه عام 82 كان انتصر في النهايه على الانصار اللبناني. فريق شارك في اسيا اول فريق وصل فاينل هو نادي الشرطه من بغداد. والتفصيل التاريخي والجزئيه التاريخيه ان الشرطه انسحب من الفاينل لانه خصمه كان مكابي، ثم اول بطل لتاريخ الماضي. هذا التاريخ ومن لا ماضي له لا حاضر ولا مستقبل. موسم القيثار الخضراء نادي التاريخ والنادي الاوائل 86 سنة تاريخا ومجدا وهيبة شموخ وعراقة وانجاز. اول فريق يحرز لقب بطولة كأس ابطال العرب 1982 قصة عراقة وانجاز. اول نادي عربي يدرك نهائي بطولة اندية اسيا بنكوك 1971 حق